مرة جديدة نحن معكم لنوافيكم بآخر المستجدات من ساحة جوني، ومعنا مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد وهبي قطيشة. عميد، شو رمزية وأهمية المناسبة اليوم؟ رمزية المناسبة هي وفاء لهالشهداء يلي سقطوا من أجل الكيان اللبناني، ويلي بالفعل بسبب استشهادهم نحن اليوم عم نلعم بحياة وطن وبالحرية وبحق التعبير وبحقوق الإنسان وعنا بلد. نحن اليوم عم نوفيهم هالشهادة يلي قدموها كرمال لبنان. نحن صارت مناسبة وطنية كبيرة، كنا بالأساس القوات اللبنانية هي اللي تحتفل وتقتصر على القوات اللبنانية، إنما اليوم هذا أصبح يوم وطني كبير، كل اللبنانيين بيجوا بيشاركونا بهالاحتفال، وهذا بدل على أهمية الشهادة اللي بذلوها من أجل بقاء لبنان. ما معنى الشهادة اللي نازل الكل اليوم ليحتفل بالذبيحة الإلهية عن أرواح شهداء المقاومة؟ معنى الشهادة إنه ورطونا وطن بالأساس، لولا شهادتهم ما في وطن. نحن اليوم عم نقدس لروح الشهداء لأنهم ورطونا وطن. بحياة الشعوب عادة هي الأقليات اللي بتحمل مشعل الحرية، اللي بتناضل، يلي بتكافح، يلي بتبذل حياتها، هن هو الأقلية، هن اللي بيعطوا إذا بدك بيورطوا أوطان حرة لشعوب. إذا بناخد تاريخ كل الشعوب بنلاقي إنه كل شهدائهم هن كانوا قليل، إنما هن الرمز لا هالوطن يلي ورطوا لشعوبهم. ونحن هؤلاء القلة من الشباب يلي استشهدوا هن بالفعل خيرة الشباب يلي ورطونا هالوطن. لذلك على الأقل أنه نحتفل بقداس سنوي لحتى نرد له نجميل اللي عطونا إياه. يعني بتعتبر أنه الحرية هي معركة؟ الحرية معركة ما بتنتهي، بتبلش بالشهداء وبتكفي مع المناضلين مثلك. هلأ انت اليوم مثل كل هالشباب اللي جاي يلي تارك بيوته من أقصى أقصى لبنان تحت الشتاء والبرد والثلج والمسافات البعيدة، وجايين يحتفلوا بقداس الشهداء. هن ما هو إلا تعبير عن هالحرية يلي ورطونا إياها الشهداء. هو الحرية هي عمل يومي، هو عمل متراكم، هو عمل مناضل على مدى سنين ما بيوقف. لذلك الاستشهاد بالفعل إذا هو أكبر تعبير عن أنه الإنسان بيموت كرمال الحرية. ونحن إذا خيرتينا بين الوطن والحرية يمكن نختار الحرية، لأن الوطن مسيج، إذا ما في حرية بيكون سجن كبير. إنما إذا عندك أنت الحرية وعم تتمتع بالحرية بيكون عندك وطن حدوده الكون كله. لذلك هذا الاستشهاد هو تكريس للحرية واللي عاشوا اللبنانيين على مدى العصور وعلى مدى القرون الماضية. شو هو الدور اللي عم يلعبوه اليوم المسيحيين بلبنان؟ دورهم التاريخي. وين ما بينوجد المسيحي هو حامل رسالة، رسالة المسيحي اللي هي حرية وحق التعبير، وهي النضال من أجل الازدهار والاقتصاد والاعتراف بالآخر والحوار مع الآخر والعيش مع الآخر، شو ما كان دينه، شو ما كان لونه، شو ما كان تلغته، شو ما كان. هذه رسالة المسيحيين وين ما كانوا بلبنان وأينما وجدوا في العالم، سواء كانوا هن الأغلبية أو أقلية. هذه رسالة المسيحيين بالعالم كله، خاصة في هذا الشرق يلي إذا بدك انطلقت منه الرسالة المسيحية. هذه رسالتنا نحن، ما فينا نتخلى عنها لا هون ولا بأي مكان تاني بالعالم. شكرا لك عميد.